قدمت العتبة العباسية المقدسة تعازيها لذوي شهداء لواء أنصار المرجعية الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها لصد التعرض الإرهابي لعصابات داعش في قضاء الحضر شمال العراق. اليوم جئنا إلى فاتحة الشهيد عزاء الشهيد لمواساة ذويه وأهله بهذا المصاب الجلل وهذا الشهيد الذي أعطى روحه ودمه للدفاع عن هذا الوطن العزيز وهو في أوج شبابه. خطوة العتبة العباسية جيدة، ما قصروا، حد الآن جونا ويانا عازونا. احنا بالنسبة لي أنا بالجهاد وأخوي الثاني هم بالجهاد، ثلاثة احنا بالجهاد، الله يشهد علي عشان أنا مستعد أموت وراه. العتبة العباسية المقدسة لطالما دأبت على مشاركة ذوي الشهداء والضحايا في عزائهم وحزنهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم عرفاناً بتضحياتهم. العباس اتعلم يصير انهار كل الوطن فدوى اهل ثورات من 20 وهالغيرة وهالنقص.